المهندس طارق أبيل وزير التجارة والصناعة هيفتتح النهاردة فعاليات المؤتمر الدولي للمناطق الصناعية المستدامة واللي بتنظمه الهيئة العامة للتنمية الصناعية. بيحضر المؤتمر أكثر من 300 مشارك من داخل مصر ومن الخارج، بيمثلون شركات ومجموعات صناعية واتحادات مصنعين ووكالات للتنمية الصناعية ومؤسسات مالية وحكومات وجهات دولية مانحة. ده بالإضافة للاستشاريين والخبراء من جميع أنحاء العالم. SIA أو مؤتمر المناطق الصناعية المستدامة مؤتمر دولي، دي الدورة السابعة ليه، والحمد لله نجحنا ان احنا ندعي المؤتمر ده وقبل ان هم يعملوه في مصر، ودي فرصة هائلة علشان نلتقي بالخبراء من جميع أنحاء العالم الذين يهتمون بتنمية المناطق الصناعية بشكل مستدام، وده بالتوافق مع خطة الدولة للتنمية الصناعية. وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بتعمل جاهدة على تحقيق هذه الخطة بشكل علمي سليم، مستفيدين بجميع الخبرات اللي احنا بنقدر ان احنا نكتسبها من مثل هذه اللقاءات بالخبراء العالميين. هل يا فندم في خطط لعمل ورش عمل للشباب عشان يطوروا من فكرهم او يحاولوا ان هم ينشروا الفكر ده في الاماكن اللي هم بيعملوا فيها؟ ده من ضمن خطة وزارة الصناعة في تنمية الصناعة بشكل عام، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد المحاور المهمة اللي المؤتمر هيناقشها النهاردة، زائد أنه أحد برضو أهم الركائز للتنمية الصناعية في مصر. فالتقاء الأهداف ما بيننا وما بين المؤتمر ده بيدينا فرصة هائلة أن احنا نقدر أن احنا نستفيد بأحدث ما وصل إليه العالم من تكنيكس أو من خبرات في تنفيذ المناطق الصناعية، ونقدر أن احنا نحط له خطة تنفيذ واضحة في مصر، خاصة أن هيئة التنمية الصناعية أنشأت شركة لتنمية المناطق الصناعية، شركة خاصة حتى تقوم بإدارة المناطق الصناعية مستفيدة بالخبرات العالمية.